يا أبناء شعبنا الكردي والسوري العظيم، أيها الثوار في بقاع سوريا الحبيبة، منذ انطلاقة الثورة السورية المباركة أنشد شباب سوريا شعار واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. وعندما نادت درعا لبت النداء كوباني وعفرين وقامشلو وحي الأكراد دمشق وجبل الأكراد، مما عبر السوريين عن إيمانهم بوحدة المقري، وإيمانا منا الوفاء لدماء شهداء الثورة السورية، واستمرارا على درب النصر وتحقيق الاستقلال الثاني لبلدنا الحبيبة سوريا وتطهيرها من النظام المستبد وأزلامه وشبيحته. ونتوجه بالنداء إلى شعبنا الكردي في كل مكان في إسقاط النظام الاستبدادي وبناء سوريا لكل السوريين، تضمن فيها حقوق الجميع ومن حقوق شعبنا الكردي دستوريا، وإيمانا منا بتوحيد طاقات الثوار والجيش السوري الحر وضرب مصالح النظام أينما كانت لإسقاطه. فإننا الكتائب الكردية العاملة على الأرض ارتأينا إلى تشكيل لواء أحرار الكرد من الكتائب التالية: كتيبة كوباني، كتيبة باشور، كتيبة روجافا، كتيبة بيشمركة، كتيبة ثوار كوباني، كتيبة أحفا قاضي محمد. عاش سوريا حرة مستقلة لكل السوريين، ويسقط الطاغية بشار الأسد. ثوار أحرار الكرد واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد.